ابدا معاك بالكلام عن بايرن ميونخ، بما انه واحد من اكثر الانديه الالمانيه اللي ليها شعبيه هنا في مصر. والحقيقه يمكن كانت مفاجاه للجماهير دي خروج البايرن على ايد هولشتاين من بطوله كاس المانيا. من وجهه نظرك ايه هي اهم الاسباب اللي ادت للخروج المبكر ده؟ بالفعل هي خساره مفاجاه في امام هولشتاين كيل في احد انديه دوري الدرجه الثانيه في كاس المانيا. نرى ان الفريق البافاري يعاني بعض الاضطرابات في الفتره الاخيره، وايضا في البوندس ليغا. ارى ان البايرن لم يستطع ان يبني الاستقرار المطلوب اثناء المباراه، قد يعاني في خط الدفاع في هذه الفتره. البايرن المتوج بالثلاثيه الدوري والكاس ودوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي، فهذه هي مفاجاه كبرى، شيء لا يصدق، خساره الفريق البافاري الكبير امام احد انديه دوري الدرجه الثانيه هولشتاين كيل. بالفعل فهو يكافح في إعادة السيطرة مرة أخرى للفوز بالألقاب والرجوع إلى مكانه في البوندسليغا. فكما نعلم هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها بايرن ميونخ في التأهل لدور 16 في كأس ألمانيا منذ عام 2000.